زيه زي أي برج ناري من عشاق المديح والثناء والتبجيل، كريم وكريم أكتر على نفسه، من الأبراج اللي بتحب ولادها قوي، يعني أبراج بتخاف على ولادها وبتخاف على نفسها، ممكن لو حس بأي حاجة يحاول إن هو زي ما احنا بنقول يكشف عشان يطمن، دائما ما يخفق قلبه للمرأة الجميلة جميلة الجسد، يخدع بالمظاهر. للأسف الكلام أكيد عن برج الحمل الناري، رجل برج الحمل الناري. يلا بينا. اهلا بيكم اجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم كده سريعا، واجمل عيلة بشكركم جدا على كلامكم الجميل، وبشكر صديقتنا سارة العراقية على الفيديو الجميل الاهداء اللي هي عملته ليا، وقالت لي يعني عملته نزلته على قناتها الحلقة اللي فاتت، انا شفته جميل قوي وشيك قوي، وبشكرها على اللفتة الجميلة دي او منها، وبشكركم بشكل عام على حبكم الجميل ده، احنا فعلا عيلة واحدة وانا بحس بكده منكم. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه سريعا عشان نرحب بيه، واللي لسه كمان ما اشتركش في القناة محمد ابو زيد ده على اليوتيوب ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت يشترك، وتابعوني كمان على الانستجرام، الروابط دي متثبتة في اول تعليق وصف الفيديو، ودوسوا لايك. احنا هنبدأ في السلسلة اللي انتوا اخترتوها من المنتدى، اللي هي كل يوم هنعمل حلقتين، حلقة العصر في المعدة هناخد رجل من رجال الأبراج ابتداء بالحمل كده ونكمل واحنا ماشيين، وحلقة برضو بعد العشاء يعني على الساعة 8 أو 9 كده بتوقيت مصر كعادة حلقاتنا اللي هي الحلقة الأساسية يعني. رجل برج الحمل يا ريت تدوسوا لايك عشان يعني الحلقة دي أو رجال الأبراج عامة انطلبت مني كتير وأنا اتأخرت في عملها. رجل برج الحمل من الأبراج الشجاعة التي لا تخشى المواجهة، مقارنة بإخواته من رجال الأبراج يعد رجل صريح واضح، الطبيعة النارية دائما ما تفرض أسلوبها. يعني لو أنت أو أنت شايف إن رجل برج الحمل مش واضح، أقول لك تعالى بص على الأبراج التانية من الرجال، هتعرف إن مقارنة بيهم هو يعتبر من أكثرهم وضوحا. هو برج شجاع ولا يخشى المواجهة، ما يخافش، وممكن يكون صريح ان هو يقولك على حاجة مزعلة منك يعني، او حاجة انت عملتها. ومرأة الحمل على فكرة نفس الكلام، امرأة شجاعة ومن الدرجة الاولى. رجل برج الحمل بيخضع بالمظاهر، ودائما لو بنتكلم عن الناحية العاطفية هو من الرجال المولعة بالجمال، جمال الجسد اولا وجمال الوجه، يعني من الرجال اللي عشان تعجب بمرأة لازم شرط أساسي يعجب بشكلها الأول. صراحة دي حقيقة بيشترك فيها الأبراج النارية، رجال الأبراج النارية الثلاثة مش بس رجل برج الحمل. إذا عشان تكوني أنثى تنالي يعني تنالي برج الحمل وتقدري إن أنت تخليه يرتبط بيكي وتبقي معاه، نصيحة هو طباعه كده، لازم تكوني مرأة بتهتم بجمالك جسدك أولا ثم جمال وجهك. هو من الرجال اللي بتحب الجمال، بتحب الأنثى اللي هي زي ما احنا بنقول أنثى حاسة بنفسها. يعني على فكرة رجل برج الحمل عارفين الأنثى اللي هي احنا بنقول عليها متواضعة زيادة عن اللزوم، صراحة وأنا بقول لكم ما تنالش إعجابه أوي. طيب هو بيحب المرأة المغرورة، مش المغرورة عليه بس اللي هي حاسة بنفسها، اللي هي عندها سن التناكة كده بس مش عليه، خلي بالكم من الفرق. عشان كده تجدوا من أشد رجال الأبراج اللي ممكن تبحث وتستملها أنثى برج الأسد النار، تعجبه أو الكاريزما والكاركتر ده وكاريزمتها وإحساسها بنفسها، لذلك هي تعتبر أعلى امرأة بتعمل توافق عالي يصل لحد امتياز مع رجل برج الحمل الناري. هذا الرجل تحديدا ممكن ان هو يدي كل حاجة، مش بس في العاطفة، في كل حاجة، وفي ثانية ممكن ياخد كل حاجة، هو سريع في عمل حاجة زي كده. يعني برج الحمل ما عندوش حاجة بين البنين، ورجل وامرأة مش بس رجل على فكرة، يا ابيض يا اسود، هو برج الحمل كده ما عندوش لون رمادي في النص، يا يحب اوي يهتم اوي يا يطنش اوي يقول لك مع السلامة، طبيعته كده وشخصيته كده. ولذلك من الحاجات اللي ممكن تحسسك او تأكد لك رجل الحمل بيحبك ولا لا، يعني هو بيبقى صريح في حاجة زي كده، لو بيحبك هتلاقيه ما هوش عايز يسيبك، عايز يبقى معاكي 24 ساعة، الا لو عدوا ظروف بتحكم يعني، بس احنا بنتكلم بشكل عام، يعني هتحس منه باهتمام كبير اوي، او تحس ان هو الوقت اللي بيكون فاضي فيه بيعوضك.
عن وقت الإهمال إلا قبل كده، يا إما يبتعد إطلاقا ويطنش خالص وكأنك ما انتش موجودة في حياته. هل برج الحمل، رجل برج الحمل من الأبراج اللي ممكن تحب بسرعة؟ أيوة، من الأبراج اللي ممكن تحب بسرعة وتغير رأيها بعد كده، لأنه زي ما قلنا في المقدمة رجل بيخدع بالمظاهر. يعني ممكن انت لو أنثى بتعرف تتصنع ممكن ترسمي عليه الدور ويدخل عليه، بس يدخل عليه في البداية لأنه هو بعد كده هيكتشفك، لأنه بيدقق لما بيهتم بحد، بيدقق في كلامه وحركاته. ومن الحاجات اللي تخليك تخسري رجل الحمل وش بلا نقاش ان انت تشعلي غيرته بشكل اوفر، ان انت تحسسين ان انت بتفضلي رجل تاني عليه، مش هيقبل ابدا ان هو يوضع في موضع مقارنة، حاله حال برج الاسد الناري، النسبة عندهم مرتفعة. برج الحمل، رجل برج الحمل ممكن ينهي العلاقة مع واحدة بيموت فيها عشان شافها مثلا بتهزر مع حد بطريقة اوفر، تخيلوا. ايوه، رجل برج الحمل ممكن يعمل كده، مش من الرجال اللي بتلتمس الاعذار في الحاجات اللي زي دي. ما يحبش اطلاقا الشخصية الضعيفة لا في الانثى ولا في الرجل. برج الحمل او رجل برج الحمل يتعاطف مع الشخصية الضعيفة الغلبان ولكن لا يعجب بيها، وانا قلت قبل كده الحتة دي وركزوا، لو انت مرتبطة برجل برج الحمل انصحك ما تبقيش يعني غلبانة زيادة عن اللزوم، حسس ان انت شقية شوي، هو بيحب كده، هو لو انت عملت كده هتستمليه اكتر، شخصيته كده هنعمل له ايه يعني. ممكن يتعاطف مع الانسان اللي اضعف منه ولكن لا يعجب بيه اطلاقا، وانثى الحمل كده ورجل الاسد كده وانثى الاسد كده، يعني على سبيل الذكر بنقول. يعني كمان من اكتر الاشياء اللي ممكن تخليك تخسري رجل الحمل هو ان انت تبقي انثى بتاع الدراما وبتكبري المواضيع زيادة عن اللزوم، حاجة صغيرة تعملي منها قصة كبيرة قوي، ما يطيقش ابدا لا الانثى ولا الرجل اللي بيعمل كده. عارفين الرجل او الشخصيات بشكل عام اللي دايما تشكي من ضيق الحال وان الدنيا جاية عليا وان الايد قصيرة وهنعمل ايه، ما يطيقش رجل وامرأة برج الحمل النوعيات دي من الناس. هو بيحب الحياة وبيحب دايما اللي دمهم خفيف، اللي بيهزروا الأشقية، عشان كده برضو تلاقي رجل برج الحمل ممكن أنثى الجوزاء وأنثى الميزان يجيبوه على عينه عادي خالص، لأنهم فيهم الصفة دي، الفرفشة والشقاوة والطعامة وخفة الدم تلاقيها في الأنثى دي والأنثى دي. وبرج الحمل دي تعتبر من نقاط الضعف اللي ممكن تضغط الأنثى بيها عليه، لذلك تجده يستميل ميلا كبير قوي، ميل كبير قوي للإناث اللي من النوعية دي، ويبتعد هو عن الإناث اللي بتكبر المواضيع. يعني مثلا تلاقي هذا الرجل سريع التعبير عن حبه وسريع الاعتراف بحبه، يعني ما تشغليش بالك لو انت أنثى وفي حياتك رجل برج حمل، لو هو بيحبك هيجي يصرحك، مش هيفضل ان هو معجب. يعني لو هو بيشغلك وانت حاسة نظرات وبيتكلم معاكي بس ما فيش اعتراف، تأكد ان هو ما حبكش لسه. الرجل ده اول ما يحبك ويلاقي فيه ربع فرصة مش فرصة واحدة، صدقيني هيعترف لك، هو مندفع في مشاعره، أقرب كمان للتهور على فكرة، بالذات في الناحية العاطفية. من الرجال اللي يعتمد عليها وتتحمل المسؤولية صراحة، ومن الرجال كمان اللي لو أوكل إليها أمر، يعني لو حد قصده في حاجة، صديق أو أي حاجة طلب منه مساعدة وهو يقدر وتحط في الموقف، يعني مش من الرجال اللي ممكن تلقي دور على الأنثى ما هوش دورها. في بعض الرجال مثلا زي رجل برج الحوت ممكن على الأنثى اللي هو مرتبط بيها يحملها فوق طاقتها شوية، يخليها تشيل حاجة هي مش دورها أصلا. رجل برج الحمل من المميزات الجميلة اللي فيه إن لا، إن عارف إن المرأة مرأة وإن هو دوره كرجل لازم يقوم بيه على أكمل وجه. عصبي، عصبي طبعا من أشد رجال الأبراج عصبية وعندا وشكاك للأسف. يعني لو أنت مرتبطة برجل برج حمل حاولي إن أنت تخرجي برا دايرة الشك، لأنهم الأبراج الشكاك زي رجل برج العقرب، في أبراج كده نسبة الشك عندها عالية. رجل برج الحمل من الأبراج
اللي نسبة الشك عندها عالية، فمن البداية ما تخليهوش يعني يوصل معاك للمرحلة دي. ابعدي نفسك عن الشبهات وأي حاجة ممكن تخليك موضع شك بالنسبة له، لأنه متهور في إنهاء العلاقة. خلي بالكم، رجل برج الحمل من الأبراج المتسرعة جدا في إنهاء العلاقة، وممكن ما يقولكيش هو نهى العلاقة ليه، تصبحي ما تلاقيهوش في حياتك، بس اكيد هيكون بسبب انت عملتيه. يعني ما هوش ليه خلق قوي لحتة العتاب والمجادلة وان انت تبرري ويسمع براهينك، ودي من العيوب اللي فيه انه ما بيسمعش قوي. لما بيتضايق ولما بيغضب ولما بيتعصب بيقلب الترابيزة زيه زي الانثى بالظبط، ويقولك عليا وعلى اعدائي واللي يحصل يحصل. طبعا انا شايفها عيب كبير، مش شايفها ميزة اطلاقا. سريع التقييم، قوي الارادة ودمه مش تقيل. برج الحمل من الابراج اللي ممكن تحكم عليك من اول قعدة ومن اول كلمة، فلذلك خلي بالك هو زيه زي انثى برج الحمل في حتة زي دي. ممكن يكون اول مرة بيشوفك واول مرة بيتكلم معاك، وهيبدأ ان هو يقيم شخصيتك، ودي طبعا مش ميزة يعني كبيرة اوي عند رجل برج الحمل او برج الحمل عامة، لان التقييم من البداية كده انت الصورة عمرها ما من اول مرة هتكون واضحة ليك يعني بنسبة 100%. عنده إرادة كبيرة أوي، يعني هو من الأبراج العنيدة واللي عندها إرادة قوية. لما بتحط حاجة في دماغها بتحاول إن هي ممكن تتحدى الدنيا كلها علشان تعملها. رجل برج الحمل من الرجال اللي فيها النقطة دي، وكذلك الأنثى. وأيضا لو هو مرتبط، يعني لما بيكون مرتبط ممكن لو حب واقتنع يتحدى العالم كله. عارفين الأغنية اللي بتقول اتحدى العالم كله، حاجة زي كده. هو من الرجال وأيضا الأنثى اللي ممكن يحارب الدنيا كلها ولا يبالي من أجل الحاجة اللي هو عايز. رجل وامرأة برج الحمل، يعني برج الحمل بشكل عام ما بيفرقش معاهم كلام الناس قوي، يعني مش من الأبراج اللي هي تلاقي كلام الناس بيحركهم زي العرايس. لا، مادام هو مقتنع بالحاجة وعايز يعملها هيعملها، وزي ما احنا بنقول يعني لا يعنيه تهكمات الآخرين شوية. يعني بتلاقيه بيعاند بيكابر، طب انتوا فاكرين لما انتوا تعملوا كده ان انا هرجع خطوة لورا؟ طب ادي خطوتين تلاتة 10 لقدام، ووروني كلامكم ده بقى مش هيأثر فيه. رجل وامرأة الحمل فيهم الحتة دي، لذلك هي من الابراج اللي مش سهلة يعني، او مش لينة في التعامل معاها، او مش سهل ان انت تقودها او تقنعها. انا بتكلم هنا عن الانثى كمان، انثى برج الحمل مش سهل قيادتها، ولا تقبل ان هي تقاد الا لو اقتنعت بشخصية القائد تماما. كمان دمهم مش تقيل، يعني يميل لخفة الدم، صحيح مش زي الجوزاء ومش زي الميزان مثلا، ولكن ابراج تميل لخفة الظل للدعابة، لانهم بطبعهم مرحين وبيحبوا الانطلاق، وما بيحبوش ابدا مود النكد والاكتئاب. وحذاري ليك لو انت انثى او انت رجل ان انت تكون زي ما احنا قلنا من الشخصيات اللي بتجلب الطاقة السلبية، او اللي بتعيش في دراما اغلب اوقات حياتها. رجل او امرأة برج الحمل هيركب جناحات وهيطير على طول. يعني هنكتفي بالقدر ده، اعتقد ان هي حلقه كانت مفيده قوي، قدمنا فيها نصايح كبيره قوي للطرفين. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقه بلايك لو عجبته الحلقه، لو عجبته يدعمها بلايك. عايزين نوصل لو في معلومه ممكن تفيد حد نقدر ان احنا نوصلها له من خلال دعمكم للحلقه بلايك. اكتبوا لي ارائكم، انا بتعرف عليكم وبقرا كل تعليقاتكم كمان، وان كنت ما بعرفش ان انا ارد يعني على كتير منها. وكمان يا ريت تتابعوني على الانستجرام وصفحتنا على الفيسبوك، زي ما قلت لكم الرابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو. وهتوحشوني، وما تنسوش عندنا حلقه ان شاء الله الليله يعني بعد العشاء على الساعه 8 او 9 كده. يلا مع السلامه.